ونروح للولايات المتحدة للتعرف على أحدى عجائب الطبيعة هناك، تحديدا في شمال ولاية أريزونا الأمريكية. يوجد ممر صنعته الطبيعة على مر ملايين السنين، أتحدث عن الهورس شو بنت أو منعطف حدوة الحصان. هو عبارة عن تيار متعرج من نهر كولورادو على شكل حدوة حصان، يقع على بعد 8 كيلومتر باتجاه مجرى النهر عن سد وادي جيلن وبحيرة باول، وذلك على بعد حوالي 200 كيلومتر من حديقة جراند كانيون الوطنية الشهيرة. لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق المشي لمسافة 2 كيلو و400 متر تقريبا، يعني كيلومترين ونص ذهابا وإيابا، وذلك من منطقة وقوف السيارات في الطريق 89. والطريق هذا صعب، لذلك هو غير مناسب للأطفال وأيضا لكبار السن. في الآونة الأخيرة أصبحت المنطقة وجهة سياحية رئيسية، ويحتوي منعطف حدوة الحصان على مجموعة متنوعة من المعادن. أما عن أفضل وقت لمشاهدة هذا المنظر الساحر هو وقت غروب الشمس أو شروقها، تتغير ألوان حدوة الحصان خلال النهار حسب الضوء، حيث يخفي الظل بعض الأجزاء منه ثم يغادر الوادي تماماً ثم يعود مرة أخرى. مشاهدينا ومستمعينا مع عجائب الطبيعة، نعلم أن البراكين ظاهرة طبيعية مخيفة، ونعلم أيضا أن البرق ظاهرة طبيعية أخرى، ولكن كيف يبدو الحال إن اجتمعا سويا في نفس اللحظة؟ هذا ما يعرف بظاهرة البرق البركاني، الظاهرة اللي حيرت العلماء. تعتبر نادرة الحدوث، شهدتها بعض البراكين في دول مختلفة حول العالم. تخيلوا أن بركان ضخم يثور، وأثناء تدفق الحمم البركانية في فوهة هذا البركان تضيء السماء بالبرق. منظر غريب ومخيف في آن واحد، وحتى الآن لا توجد تفسيرات علمية دقيقة تصف البرق البركاني، إلا أن التفسير المنطقي لهذه الظاهرة هو نتيجة للجسيمات الموجبة الشحنات اللي بينفضها البركان إلى الهواء عند وصولها لمناطق مشحونة بشحنة سالبة، يبدأ التفريغ الكهربائي على شكل برق وصواعق لمعادلة هذه الشحنات في الهواء.